وشهدت شوارع القاهرة ليلة أمس اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وبين قوات الأمن التي حاولت فض أحداث شغب قام بها متظاهرون. وكان النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق عاجل في أحداث ميدان رمسيس والجيزة التي وقعت ليلة أمس وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص في وقت تسود فيه حالة من الهدوء الحذر في العاصمة المصرية بعد الاشتباكات التي استمرت على مدار الليل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يبدو أن الوقوف في ميدان رابعة العدوية لم يعد كافياً لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عندما قرروا التحرك منه إلى جسر 6 أكتوبر وشلوا حركة السير في منطقة رمسيس الحيوية. وسط حالة من الغضب العارم استخدموا خلالها الزجاجات الفارغة والحجارة ضد قوات الشرطة التي فتحت الطريق بالقوة. الاشتباكات التي دارت طوال ليلة الثلاثاء حولت ميدان رمسيس ومحطة القطار إلى ساحة أشبه بساحة حرب يغطيها الدخان الأبيض الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق المعتصمين الذين سقط منهم 7 قتلى و261 جريحا أثناء انتشارهم إلى الشوارع المجاورة. جسر 6 أكتوبر وساحة رمسيس ليسا الطريقين الوحيدين اللذين شلت حركتهما ليلة أمس، فمؤيدي رئيس المعزول قطعوا طريق جسر السويس شرق القاهرة وطريق صلاح سالم الذي يعد ممراً رئيسياً لمطار العاصمة. مصادر إخوانية أعلنت أن السبب الرئيسي لهذه المظاهرة كان عودة شرعية الرئيس محمد مرسي، بينما صرحت عدة مصادر مقربة من الإخوان أن السبب الخفي هو شل حركة القاهرة كنوع من الضغط على الجيش لإعادة الرئيس. حالة من الأحداث الساخنة والمتتابعة تضع مصر على صفيح ساخن، وما يحدث على الساحة السياسية ليس يبشر بحل قريب، فالطريق إلى حل الأزمة يبدو متعرجاً ويأمل مراقبون ألا يؤدي بأم الدنيا إلى الهاوية.